بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة السخنة المحررة بالقرب من منهى المياه الشرب الوحيد في هذه المدينة، حيث يقوم مجاهدو لواء الإسلام بتوزيع هذه المياه على المواطنين. نحن الآن بالقرب من إحدى السيارات أو الصهاريج التي تقوم بتعبئة المياه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، شلون شايف الشغل هون؟ شو رأيك بالشغل؟ شو رأيك بشغل الشباب؟ الحمد لله. الحمد لله. عم نوزع ماء والحمد لله، فضل الله وفضل الشباب والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.